عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة لوندا دي زد. ان شاء الله تكونوا بخير على خير وفي صحة جيدة وعلى ما يرام. اليوم بمناسبة بيان سور حلول السنة الجديدة راس العام 2021، نودعوا سنة 2020 ونقولوا لها باي باي الوداع، وان شاء الله نحتفلوا ونستقبلوا حلول السنة المقبلة الماجية. السنة هذه اللي ندخلوا فيها اللي هي سنة 2021 ان شاء الله مربوحة علينا عليكم، وامين يا رب العالمين، وان شاء الله موفقه، سنه موفقه للجميع في كل مجالات الحياه، امين يا رب العالمين. ونقول لكم ان شاء الله ربي يرفع الوباء والبلاء اللي هي امنيات العالم، امين يا رب العالمين. اليوم في فيديو جديد راح بمناسبة السنة الجديدة راح نحتفلوا، أكيد راح نصنع يعني التحضيرات في المنزل، راح نصنع حلويات اللي من نوع الشوكولاتة أو الشوكولا بطريقة احترافية، يعني الشوكولا راقية جدا بطريقة جد احترافية وبسيطة بمكونات أيضا متوفرة. راح نختار نوع من الشوكولاتة الغنية عن التعريف وبذوقها المميز اللي هي النوتيلا، وأيضا الكراميل بذوق المالح والحلو أيضا، والمربى اخترت أيضا ذوق الفراولة وذوق آخر، ولكم الاختيار كل ما طاب لكم من الأذواق، والأذواق أكيد تختلف. فوالا إن شاء الله راح نستمتع مع أولادي في صنع الحلوية الحلوة هذه من نوع الشوكولا أو الشوكولا فوالا، وإن شاء الله تستمتعوا معنا أيضا في هذا الفيديو ليكون خفيف ظريف على قلوبكم. فوالا على بالكم الأطفال يحبوا الشوكولا، وأكيد راح نخلقوا الأجواء والفرحة مع الأطفال إن شاء الله. راح ربي يدوم الأفراح أبين في كل بيت، وأطفال هما اللي يخلقوا الفرحة والأجواء أكيد. فنقول لكم تابعوا الفيديو لآخر الفيديو، ما تنسوش أنكم تشجعونا بلايك وتدعمونا، وإن شاء الله تشاهدوها لآخر الفيديو حتى تكتشفوا النتيجة اللي تكون مبهرة إن شاء الله. هذا الشوكولا اللي هي طريقة يعني سهلة وبسيطة، وإن شاء الله النتيجة حتكون مبهرة وتكون شوكولا جد راقية. راح نأكيد نذكرها بمناسبة الاحتفالية برأس السنة الجديدة، ولأكيد هي الفعل ندخلوا السنة الجديدة بحاجة حلوة إن شاء الله. فوالا نقول لكم بقوا معنا لآخر فيديو وفرجة ممتعة.